هنتكلم على القوة الكبرى المسيطرة على العالم. في فيديو لطيف جدا هبقى احطه لكم هنا بتاع واحد اسمه ري داليو. ري داليو ده واحد تقريبا واحد اكبر ان لم واحد من اكبر ان لم يكن هو اكبر مدير لهيدج فاند، صندوق تحوط في العالم، هنا في امريكا. فري داليو بيتكلم على انه principles، مبادئ التعامل مع تغير النظام العالمي. النظام العالمي لما بيتغير نعمل ايه من الناحية المالية. فهو بيتكلم بيقول انه بيحب يبص على التاريخ، فقال لازم ابص على التاريخ. فبيقول هو درس 500 سنة الاخيرة ولقى ان كان في امبراطوريات كتيرة حصلت، ايه معالم صعود ثم هبوط ثم اندثار كل حضارة منهم او كل قوة منهم. فبص على الامبراطورية الامريكية الحالية وطبعا وتنافسها مع الصين، والصين طالعة معها، وقبل كده كان الامبراطورية البريطانية، وقبل كده كان الدولة العثمانية، وقبل كده كان الامبراطورية الهولندية، وقبل كده الامبراطورية البرتغالية. فكل واحدة من دول بيرسم لها المنحنى بتاعها ومين اللي جه يتنافس، ولما حصل بدأ ايه اللي خلى كل واحدة من دول تصعد وبعدين تهبط، ولما هبطت مين اللي جت الدولة الاخرى اللي بتنافسها. وفترة المهمة بقى بالنسبة لي في الموضوع ده كله، شايفين انتوا الثلاث منحنيات اللي قدامكم دول. انا اللي يهمني في كل الفيديو ده، فيديو هو عامله حوالي 45 دقيقة هحطه لكم هنا، انه هو بيتكلم على فترة التقاطع ما بين المنحنيين، كل منحنيين منهم. فهو بيقول الفترة ديت تاريخيا هي بتتراوح من 10 ل 20 سنة. فهو العشرة لعشرين سنة ديت هو ده اللي بيتكلم عليها ري داليو. فبيقول هي ما بتزيدش عن 20 سنة، يمكن المرة دي تزيد عن كده. فبيقول امتى بتبتدي تتحسب من امتى الفترة ديت؟ انه حين تجاهر دولة جديدة قوة صاعدة بمعارضتها او بتنافسها مع القوة المهيمنة. انا اعتقد ان هذه النقطة حصلت بالفعل من ناحية الصين. فهل معنى كده هو ده راجل بتاع فلوس وعايز يستثمر فلوس، فهل معنى كده نقول من 10 ل 20 سنة، هل معنى كده انه مش هيقدر يروح بعد كده، مش هيشتري سندات خزانة امريكية طويلة المدى، يعني طولها 10 سنين؟ هو ده السؤال. انا بعدت اسأل السؤال ده، فردت علي مستشارة مهمة جدا بالنسبة لي، قالت لي اوعى تصدق الكلام ده وما تصدقش اي حاجة من الراجل ده، الراجل ده سيء والراجل ده بيكره المسلمين، والراجل ده كمان غير انه بيكره المسلمين كمان وعنده الناس اللي حواليه سيئين جدا وسلوكهم الاخلاقي غير جيد. كل الكلام ده حلو وانا لازم اوصله لكم، ولكن هذا لا يمنع ان انا لو هو بيقول حاجة مفيدة استفيد منها. فانا عشان كده بقول الفكرة دي مهم. الفكرة دي سوداوية جدا، يعني اللي باقي من الزمن من 10 ل 20 سنة لامريكا. طبعا الكلام ده يعني the sky is falling، يعني السماء بتقع والحق يجري بسرعة، بس هيجري فين؟ السماء بتقع هيروح تروح فين؟ فلذلك بدلا من ذلك في نظرة مختلفة، ألا وهي هذا الكتاب. الكتاب دوت Lineages of Modernity، إيمانويل تود. إيمانويل تود بيدرس في الكتاب دوت حاجة لطيفة جدا. هو بيدرس صحيح تاني كل قوة عظمى نشأت ازاي وبلغت أوجها ازاي وبدأت تنحدر ازاي وكيف اندثرت وكيف تعاملت مع القوى اللي بعدها. صراع كل قوة كبرى مع القوة الكبرى اللي نشأة جديد بعدها، هو ده اللي كان حذر منه المؤرخ اليوناني القديم ثوكيديدس. وعشان كده قالك في حاجة اسمها مصيدة ثوكيديدس. مصيدة ثوكيديدس يعني هو انه ممكن يكون الدولتين، الدولة المهيمنة والدولة المنافسة اللي طلع عليها، الاثنين محدش فيهم قصد انه يحارب التاني، ولكن الكبرياء المجروحة عند الدولة المهيمنة والطموح الزايد عند الدولة الصاعدة، ممكن ده بيخلي حروب تقوم بدون أن يقصدها. فهو بيقول ده كل الكلام بتاع ثوكيديدس على الموضوع ده. ثوكيديدس كان مؤرخ وكان بيتكلم على حروب البيلوبونيزية أو حروب المورة لو انت عايزين اسمها العربي، اللي كانت في سنة 800 قبل الميلاد أو شيء. المهم فده كل ما في الأمر. أحط لكم الكتاب ده لو حد يقرأ، الكتاب لسه طالع جديد نوفي شهور قليلة، وأنا نفسي أنا لم أقرأ فيه بعد غير بضع صفحات وبس كده. أنا متشكر جدا وأعتقد الوقت فات بينا خالص، وأشكركم مرة أخرى.